السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الحمل. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. برج الحمل دي توقعات شهر فبراير، شهر 2 باذن الله، توقعات الشهر الجديد. ان شاء الله باذن الله تكون كله خير. دي توقعات الشهر كله بالكامل هنتكلم فيه مع بعض، وكل الاحداث اللي هتحصل عندك. برج الحمل، صلي لي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اخر الفيديو يا برج الحمل هنقول رساله ربنا لشهرك الكريم باذن الله هتكون ايه. ولو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعه ولا وسواس ولا اي مشكله عندك بتعاني منها، اول تعليق هتلاقي لينك قناتنا اللي عليها العلاج. فدي توقعات شهر فبراير علشان ما تتلخبطش، دي توقعات شهرك اللي جاي باذن الله هيكون خير وسعاده. ونشوف مع بعض ضربه الودح هتقول لك ايه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. لا، تفاؤل. بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم تفاؤل، عندكم فرحه، عندكم موضوع مهم شاغل بالكم اليومين دول. هنا عندكم طاقة ملل، طاقة حيرة، طاقة خوف. فترة وهتعدي والأمور عندكم هتتحسن وهتتيسر كمان. بص هنا، انت عندك بعض الخمول، بعض الكسل، بعض الإرهاق من بعض العيون السامة اللي عليك. عليك عينين، العينين أكبر من بعض، العينين أكبر من بعض. العينين دول من المقربين ليك، بينك وما بينهم صلة، أو بينك وما بينهم كلام، بينك وما بينهم مواضيع. بس بسم الله ما شاء الله عليك، انت هنا عندك مواضيع حلوة، عندك لقاء بشغل جديد، انت ناوي تشتغل في السفارة، ناوي تشتغل في مشاريع جديدة، داخل في حاجات كتيرة جدا اليومين دول، حرفيا بتشتغل على نفسك اكتر من الفترة اللي فاتت، لدرجة ان انت بدأت تحس بالملل، تحس بالخمول، بسبب ان انت اللي بتنام فيه بتصحى فيه. بس بسم الله ما شاء الله عليك، عندك 3 لقاءات، 3 تجمعات عائليين، 3 امور حلوة هتحصل عليهم الفترة اللي جاية، علشان انت هنا بالك مشغول وبتفكر كتير جدا. انت بس مشكلتك ان انت قلبك طيب زيادة عن اللزوم، وهو ده اللي موقعك في مشاكل مع المقربين اللي حواليك، اللي حواليك مش سايبينك في حالك. بسم الله كمان ما شاء الله عليك، هنا عندك هنا رجوع مع بعض الابراج اللي في حياتك الفتره اللي جايه، وهيكون في كلام، وهيكون في بينكم طاقه حلوه. انت الفتره دي من اكتر الفترات اللي انت عندك عزة نفس عاليه كده، وعايز تعمل كذا حاجه في نفس الوقت. انا شايفه لك طاقات حلوه باذن الله. بس هنا خلي لي بالك ان انت عايز تبيع ارض، عايز تشتري، في تجاره عندك هتشتغل فيها اليومين اللي جايين دول، في مواضيع عايز ان انت يعني تتحسن فيها بشكل مختلف. فانت هنا ناوي بسم الله، هنا بيحسدوك حتى على ضحكتك، بيحسدوك هنا على اي حاجة في حياتك، العيون عليك كتيرة. بس انت برضو ما بقتش زي الاول، يعني ما بقتش تدي حد اهتمام، خلاص ساكت، يعني بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. مين الشخص اللي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يسعدك؟ الشخص اللي على قد ما يقدر بيحاول ان هو يجيب لك هدية. فاليومين دول انا شايفة لك هدية من شخص عندك في حياتك. انت برضو اليومين دول شايفاكم هنا عايزين تشتروا تليفون، عايزين تشتروا كمبيوتر، عايزين تصلحوا حاجه في البيت، الله اعلم. انت بس عندك مصاريف عايز تصرفها اليومين دول عندك في حياتك، فانت هتصرف برضو بعض المبلغ على حاجه حلوه هتكون انت عايز تعملها. في بسم الله كمان ما شاء الله عليكم، انه انتوا هنا هتكونوا منصورين، هتستلموا شغل جديد، هتستلموا حاجه جديده، او هتناويين تاخدوا خطوه جديده في حياتكم الفتره اللي جايه دي هتكون حلوه. في بعض الملل من الاشخاص اللي حواليكم اللي حاسدينكم بطاقه سلبيه، بس برضو انتوا ما عادش يفرق معاكم، انتوا اليومين دول مركزين على هدفكم قوي ومركزين على حلمكم قوي. فالفتره دي من اكتر الفترات اللي انت عندك تفكير مع نفسك، عندك تفكير رهيب في حياتك بسبب العروض اللي انت عمال تشتغل عليها. بسم الله كمان هنا عندك علاقه حد الان مستمره، بس انت تعبان فيها، تعبان ومخنوق، يعني انت بتحاول تطلع منها بس انت برضو تعبان من العلاقه دي، حاسس ان انت شايل هم كبير فوق طاقتك. 3 ايام بالظبط، 3 خطوات عندك وهتاخد خطوه ايجابيه في حياتك.
او هتبدأ موضوع جديد، هتعمل حاجة جديدة. يعني انت 3 خطوات، 3 ايام، 3 ساعات، وهتحصل حاجة جديدة في حياتك هتجدد فيها من نفسك، عشان انت اليومين دول مستني اي حاجة تخص حياتك بشكل مختلف، مستني اي حاجة تحسن من الامور اللي عندك. فبسم الله ما شاء الله عليك، هتكون متألق وواثق من كل خطواتك. لقاء عائلي اليومين دول حرفيا انتم مستنيين لقاء عائلي، عندك هنا لقاء مع بعض الاشخاص اللي انت بتحبهم، بس الظروف عندك انت بتمر بايام صعبه، انت هنا بتمر بايام صعبه، رغم ان الايام اللي جايه حملالك بعض البهجه اللي في حياتك، بس حاول ان انت تهدي اعصابك علشان انت بالك مشغول. دايما بيميزوك عن الاخرين، انت دايما مميز. ليه؟ بثقتك في نفسك، مميز بان انت بتعرف تستغل كل حاجة في حياتك. مشكلتك كمان ان انت في مجال حياتك حية، الحية دي منعينها تخرب بيتك، الحية دي ما يعني ما شاء الله عليها عايزة تخرب بيتك بأي طريقة، عيونها كبيرة في حياتك. بعض منكم حاليا ناوي في جمعية هيقبضها او في فلوس جاياله في الطريق، في كمان هنا مكالمة انتوا مستنيينها، بس في فلوس عندكم ضاعت على الفاضي، في مبلغ عندكم ضاع على الفاضي وندمتوا ان انتوا صرفتوه، او ندمتوا ان انتوا رحتوا المكان ده وصرفتوا، الله اعلم. بسم الله. كمان هنا عندك عزومة حلوة، او عندك رجوع حد من غربة، في حد عندكم في غربة مخنوق متضايق، او هو في ضيق، لو ما كانش في غربة فممكن يكون في ضيق، وبتدعي ربنا ان ربنا يفك الغربة اللي انت فيها. بينك وما بين حد من الأبراج الترابية أو الهوائية زعل، مشاكل، كلام، حيرة، الله أعلم بينكم ما بين الأبراج دي، بس في كلام عندكم يخص الأبراج دي بينكم ما بين بعض. انت هنا نهيته علاقة حب، علاقة خطوبة، علاقة ارتباط، حاجة تخص العاطفة. الشريك هنا قاعد وحزين وبيفكر فيكم، بيفكر فيكم، واللي كان السبب في نفس المشاكل اللي انتوا فيها دي كان حد من اهل الشريك، كان بيتدخل في كل حاجة تخص الشريك، فده طبعا عمل له عقدة خلى الشريك مش قادر يتكلم. هنا بتقولوا حسب الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني وكسر بنفسي، انا مش مسامحة حد. ليه؟ علشان انت قدمت لهم كل الخير وما شفتش منهم غير المشاكل. حد هنا افترى عليكم، حد نصب عليكم، حد اذاكم بكلام جارح من ورا ظهركم، وانتوا شايفينه لحد الان كويس. من بعض التعب والامور اللي انتوا فيها دي اموركم كلها هتتظبط الفتره اللي جايه، في ورق هيخلص، في اقامه هتتجدد، في ورق ناويين تخلصوه بكل الطرق. بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا دي من اكتر الفترات اللي انتوا بتشتغلوا فيها على نفسكم، بس طاقه التفكير اللي في دماغكم هي اللي عامله لكم صراع، وهي اللي مخلياكم مخنوقين. برضو في اشخاص بيراقبوكم من على السوشيال ميديا، بينكم ما بينهم كلام، بينكم وبينهم علاقة، الله أعلم هم مين، بس في أشخاص عندك مراقبينك وحاطينك في دماغهم بأي طريقة. هنا في كمان حب متبادل بينك وما بين حد، في كلام بينكم وما بين حد، أو في علاقة الله أعلم، بس في حب متبادل، أنتوا قلبكم اليومين دول بيدق. كان في علاقة حب بينكم وما بين حد وما كملتش، انتهت بسبب حد من العيلة كان بيتدخل. حصل الكلام ده فعلا؟ تدخل وعمل لكم حالة ركود، حالة ضغط نفسي، خلاكم ما بيتوش يعني، خلاكم دخلتوا في وضع سيء قوي، دخلتوا في وضع حير. طب احب اقول لكم ان الفترة اللي جاية دي حرفيا هتكتبوا حزنكم وهترموه ورا ظهركم، وهتبصوا للاشياء الحلوة اللي هتحصل في حياتكم. انت عندك كام حاجة بتضايقك؟ عندك كام حاجة الفترة دي من الفترات اللي حاليا خانقينك وعاملين لك طاقات سلبية، بس انت برضو مش مسلم، انت مش مستسلم خالص، بالعكس انت بتقول انا هشتغل وطول ما فيا نفس هفضل عافر. نجمك خفيف، نجمك لامع، يعني ده بيدل ان انت حظك قليل، بس مش معنى ان حظك قليل ان انت هتسيب التعابين تلعب في حياتك براحتها، مش معنى ان انت هتسيب التعابين تلعب وتروح وتيجي على كيفها، لا بالعكس، انت نجمك خفيف بس لامع، وده بيدل ان انت هتبقى حاجة كويسة جدا الفترة اللي جاية.
من اكتر الفترات اللي انت هتكون متألق وهيكون عندك انتصار عظيم مع اشخاص حواليك حاليا، مع اشخاص حواليك هيكون عندك طالع بتاعك جميل وبسم الله كمان ما شاء الله عليك. انت دايما مميز عن الاخرين بسبب طيبة قلبك، بسبب حبك للحياة، بسبب ان انت دايما متألق وواثق من كل خطواتك، بس هم عيونهم عليك. ليه؟ عشان انت لما بتحط حاجة قدامك بتوصل لها، ما عندكش حاجة اسمها انا هسيب حلمي او انا هستغنى عن حلمي. انت عنيد، عنيد قوي، ودي يعني ده اللي بينجحك في حياتك. ليه؟ بتعاند، بتحطه قدامك، بتشتغل، بتخطط، بترسم وناوي، وعشان كده بتكون دايما متألق. مين الشخص اللي بينافس فيك؟ شخص عمال ينافس فيك بكل الطرق. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. من الناحية العملية عندكم تحسن حلو قوي 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 من الناحية العملية، وهتكون من ايامك الايام اللي جاية دي هتكون عندك تفاؤل بحب حياتك، تفاؤل بالامور اللي عندك هتسعدك. في كمان بسم الله رسالة جاية لك من بعد التعب، بس انت جوه قلبك زعل، جوه قلبك زعل، هم كبير شايله، محدش عالم بحالك، او بمعنى اصح محدش بيطبطب عليك، محدش بيقولك انت فيك ايه، كلهم سايبينك لوحدك، كلهم يعني مش لاقي منهم استجابة، انت مش عارف. عايزاك هنا تاخد بعض القرارات اللي في حياتك الفترة اللي جاية وتكون واثق فيها، عشان انت قراراتك صح وبتكون مدروسة قوي. يعني انت ساعات بتكون متسرع قوي بس برضو قراراتك بتكون صح، وبتعرف ان ربنا بيخليك تاخد القرار في الوقت المناسب، بس ظلمت نفسك بقرار مع شريك حياتك. عندك هنا وسواس، في حد بيكلم، تحس انه في حد بيجيب لك الاخبار لحد عندك، في حد بيقول لك على الحاجات، على اي حاجة. جسمك تعبان، محتاج راحة، محتاج ان انت تاخد بعض الطاقة تحسن من نفسك. في بعض الفوضى او بعض الكركبة في حياتك تخص الشريك، كلام يخص الشريك عندك. معروف دايما ان انت عزة نفسك عالية، وان انت تطلبش حاجة من حد، بس في هنا بعض المواضيع اللي مضايقينك وبعض الكلام. بسم الله ما شاء الله عليك، الفترة دي هيكون عندك اصحاب حلوين، او هيكون عندك اهتمام بنفسك اكتر، هيكون عندك حاجات جديدة، انت صابر ومستحمل حاجات محدش يستحملها. في الوقت اللي جاي هتكون طاقتك فوق، وهتكون احلامك جميلة، وعندك هنا طاقة حب، طاقة حنان، طاقة مستني، طاقة اطفال الله اعلم، بس انت هنا عندك طاقة متستنيها بفارغ الصبر. ليه؟ علشان تعبت. ليه؟ علشان خلاص. علشان كده انصحك ان انت تشتغل على الطاقة بتاعتك دي من غير اي كلام، عشان انت مؤمن جدا ان ربنا هيكرمك، وبالفعل باذن الله الفترة اللي جاية ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب. ليه؟ عشان انت طيب قوي. بس راجع لي خطواتك شوية، راجع لي امورك شوية، بص لنفسك شوية، عشان انت هنا مصاب بالحسد، وعشان كده بتحس دايما دايما بالالم والتكتيف. يعني انا حاساك متكتف، حاساك مهموم، بتحب العزلة، ألم في الركبة، ضربات قلب سريعة، دايما حاسس ان انت عايز تعيط، مش عايز تتكلم مع حد، مش عايز حد يكلمك، عشان كده مخنوق. بس برضو في رسالة، والرسالة دي هتخص حد عن طريق سفر او حد بعيد عنك، انت مستني تكلمه، مستني تاخد معاه كلام الله اعلم، فالحد ده قريب جدا هيكون في بينكم كلام حلو. في هنا ترقية تخص حياتك، او في حاجة تخص الشغل بتاعك انت مستنيها بفارغ الصبر، ترقية حلوة انا شايفاها، او هتطلع من الهموم اللي انت شايلها في فوق دماغك. بلاش تحسس نفسك ان انت شايل الحمل لوحدك، عشان انت معادش عندك طاقة ان حد يلعب بيك، انت الوحيد اللي عالم بنفسك وعالم بحالك، مفيش حد حاسس بيك ابدا، فعشان كده انت ربك معاك، وربك هيقف جنبك وهتحسن نفسك بنفسك.
بس الستات اللي قاعدين لك زي البومات وعمالين يجيبوا في سيرتك، ما تديش حد اهتمام ابدا، ولا تدي حد حتى اي حاجة. بص انت هنا مكسور، ظهرك وجعك من كتر الحاجات الحلوة اللي انت قدمتها للاخرين، وما لقيتش منهم غير الشر، ما لقيتش منهم غير الحسد والكلام الفاضي. جوع عليك. انت الفترة دي واقع في مشكلة وبتحاول تحلها، اهدى علشان تحلها صح، عشان التوتر والحيرة اللي انت بتمر بيه، مش بلاش الانقلابات اللي في حياتك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، بسم الله عليك. ده تقدم. بص خطوة اتنين تلاتة اربع خطوات بالظبط، وهيكون عندك وردة. الوردة دي انت يعني هتحصد، هتشم ريحتها، هتكون خير، هيكون شفاء او خروج من خنقة، خروج من ضيقة، خروج من هم، الله اعلم، بس هيكون عندك خروج من حاجة كبيرة جدا في حياتك. بص بقى هنا، الشخص اللي مرتبط بيك ارتباط قوي، او بينك وما بينه علاقة قوية، الحد ده مطلع عينيك، الحد ده مخليك ليل ونهار بتشكي بس بتحبه. مشكلتك انك بتحبه، وانت قصاد الحب حاجة تانية خالص، رغم ان الحب هو اللي دمرك، رغم ان الحب هو اللي كسر بخاطرك وعامل لك العراقير دي، بس انت برضو بتحب وما زالت، ولو حتى الشريك بعيد عنك، لو حتى انت بينك وما بين الشريك مشاكل، برضه بتحبه، ما نسيتهوش ومش قادر تنساه، صح ولا مش صح؟ وعشان كده نومك خفيف اليومين دول مسبب لك ارهاق، مسبب لك تعب، مسبب لك ضغط نفسي، وبتضغط على نفسك، وبرضه بتحب المغامرات، وبتحب التجديد، وبتحب الحياه المستجده، ما بتحبش ان انت الروتين بتاعك ده ما بتحبهوش ابدا. فعشان كده هتكون الفترة اللي جاية دي هتكون فترة ازدهار بنفسك، هتثبت وجودك في حاجات كتيرة جدا. خلي بالك، هما بيغيروا منك علشان انت ناجح، بيغيروا منكم علشان انتوا متألقين وواثقين في خطواتكم، وملكش دعوة بحد، يعني ملكمش دعوة بحد. عندك الحاسة السادسة بتخليك تربط أحداث كتيرة جدا ببعضها، وبتطلع نتيجة رهيبة، بتطلع نتيجة بتكون موثوق منها قوي، بتشتغل على نفسك وهيكون عندك نجاح حلو قوي. خلي بالك الفترة اللي جاية النجاح ده انت هتكون مبسوط، علشان خاطر من خلال النجاح ده هتقف على رجلك، وهتعرف الاشخاص اللي حواليك اللي هم بيتعاملوا معاك بمحبة، بس هم من جواهم حقد وغل، ومن جواهم مش حابين لك الخير ابدا، ولا حابين ان انت تكون كويس، ولا ان انت تكون في قمة الازدهار بتاعتك. انت حتى ضحكتك مخطوفة من على وشك، يعني انت هم بتضحك بس الضحكه بتاعتك مخطوفه، او مش مخطوفه، حاسس ان هي ناقصها حاجه، بتقول دي مش ضحكتي، انا كنت بضحك وكنت بهزر وكنت وكنت وكنت، بس تقليب الامور وجعك، وعشان كده ما بتحبش الامور تتقالب معاك، ما بتحبش الكلام الكتير، ما بتحبش حد يضحك عليك او يستغلك حتى لو ما كانش قصدك. كلام ورا بعضه بيدور عنك الفترة دي بسبب ان انت قطعت علاقاتك مع ناس، او بعدت بمعنى اصح عن ناس، فخلاص ما بقاش ليك نفس ان انت تتكلم معاهم. بتبص لنفسك، انت هنا بتبص لنفسك، مزدهر بنفسك اول الفترة دي، وما بقيتش تبص للحاجات اللي انت بتخسرها. نفسك تسافر، نفسك تنجح، نفسك تحقق حلمك قريب جدا هانت. في يومين عندك هيكون فيهم قمة ازدهار وسعادة بنفسك، بسم الله ما شاء الله عليك. الفترة اللي جاية دي هتكون فترة ثقة بحياتك، ثقة عمياء. ليه؟ عشان هتقف على أرض صلبة، وهتشتغل، وهتنجح، وهتوصل، بسم الله ما شاء الله عليك. ازدهار، قوة خارقة، ما تعرفش هتجيلك منين، وهتسأل نفسك. انت اليومين دول شغال على مشروع، شغال على مواضيع، بتشتغل، بتعافر، عايز توصل، فبسم الله هيكون عندك نجاح حلو، ازدهار بنفسك، قوة برضو حلوة جدا،
طول عمرك واثق في كل خطواتك. خسرت حاجات وهتعوضها. الايام اللي جاية دي انت هيبقى عندك انجاز وهتفرح قوي قوي قوي. بسم الله الفرحة اللي هتكون في حياتك هتكون ما حصلتش ابدا. انت هنا بيحسدوك حتى على جمال عيونك، يعني بيقولك ما شاء الله عليك عيونك حلوة ما شاء الله، مش عارفة ما تسمعش كلام حد. الالم اللي بيجيلك في مفاصلك ووجع رجليك ده بسبب التوتر وبسبب ان انت مركز قوي ان انت تستغل كل نقطة في حياتك. خلي بالك ما تزعلش مني، انت برضو السحر لسه مازال في حياتك وبيتجدد لك بيتجدد لك. رغم ان انت هنا مؤمن جدا بالله وبتقول يا رب انا مش هثق في حد غير فيك، وعشان كده بتشتغل، بس السحر مكتوب لك ان يأذيك وعشان كده انت مأذي. بس بإذن الله بإذن الله خطوبتك هتكمل على خير بفضل ربنا، خطوبتك هتكمل والعين القوية اللي صايباك ربنا هيبعدها عنك. بس اكتم على خصوصياتك وداري وما تتكلمش، ومهما يحصل ما تحكيش حاجة عن حياتك. بص لنفسك بص لحياتك، انت لسه قدامك الدنيا كويس بخير. لو كان السحر بيتجدد لك ان شاء الله بإذن الله ربنا هيخرجه من بيتك. هو معمول لك مرشوش، خلي بالك اليومين دول السحر معمول لك برشوش، وعشان كده بيطلعوا بتطلع خارج البيت بتلاقي مية قدام الباب، ده سحر مرشوش من ناس مقربين لحياتك. ولو كنت بالك مشغول بالشريك، هو الشريك كويس بس مش عارف هو بيعمل ايه، حاسس عايش في غفلة، كل اللي هو فيه ده هيجي فوق دماغه. لو ما تراجعش وبعد عن الطرف الثالث اللي هو بيتدخل في حياتكم، ده بيتدخل في حياته وعايز يأذيه، هتحس بكتلة في حياتك. فالأيام اللي جاية هيكون في تحسنات وهيكون في تقدم بإذن الله. عامل لحياتك بالكامل، بس هدي أعصابك علشان أنت اللي فيك مكفيك، ومش ناقص ضغط ولا ناقص كلام ابدا في حياتك بسبب الاخرين وبسبب الحقد اللي هم بيحقدوه عليك. رغم ان انت متألق ورغم ان انت هادي قوي في حياتك الفترة دي، بس برضو انت مش عارف هم بيرتبوا لك ايه. اقول لك على حاجة بسيطة، العين ما بتحبش ابدا تشوف اللي احسن منها، وملاش انت احسن منهم، صدقني ما كانش بإيد حالك، انت احسن من اي حد في حياتك. بس اشتغل وعافر وارمي ورا ظهرك وما تركز على اي خسارة انت خسرتها. انت اللي تعبك حرفيا السحر، اللي تعبك حرفيا الهموم اللي انت مضغوط فيها وشايلها لوحدك، وانت طيب جدا ومحبتك للحياة هي اللي مخسراك ده كله، وهي اللي موقعاك في مشاكل بينك وما بين اشخاص في حياتك. طيب ايه رأيك بقى نشوف رسالة ربنا هتقول لك ايه؟ بسم الله. طيب بسم الله ما شاء الله عليك. ربنا بيقول لك هتبكي في يوم من شدة الفرح اللي غاب عنك ومن الحزن اللي عام على قلبك، بس قول امين ربنا هيوفقك الفترة اللي جاية وهتكون متألق بإذن الله. انت عانيت واتظلمت وخاب ظنك وخاب املك، الفترة اللي جاية هيكون في تحسنات حلوة لحياتك. رسالتك مبشرة، وهنختار لك ورقة تانية وان شاء الله بإذن الله تكون خير الورقة التانية. بسم الله. القادم ليك فهو حصاد اللي انت زرعته في حياتك. انت شفت كتير من ظلم وغدر وخزلان، لكن الفترة اللي جاية ربك مش هيسمح بكده وهيكتب لك الفرح، وعشان كده هتحصد الخير اللي هيكون في حياتك الفترة اللي جاية. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الرسالتين بتعود شهرك مبشرين بالخير، الرسالتين فيه كمية راحة، بس خلي أعصابك هادية وخليك متألق وخليك واثق في كل خطواتك، وتأكد ان ربنا بيبتليك علشان بيحبك. ما تنساش تقولي حرف الاي وحرف السي دول بيعملوا ايه في حياتك. تحياتي ليك واتمنى لك الخير، وقولي في الكومنتات القراءة عجبتك ولا لا.